يا كابتن اسامه بعد اذنك فاروق رجع لنا مره ثانيه. طيب اتفضل يا فاروق. برحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بكباتن مصر كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميوبه، كابتن اسامه عرابي، والكابتن اسامه حسني، وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني مشهد اكثر من رائع كابتن ايمن. جمهور النادي الاهلي بيعمل ملحمه على ارض ملعب الزعب الجايب، نتمنى انها تكمل على خير. فهذه الاثناء نزل لاعبي النادي الاهلي لاجراء العمليات الاحمائيه وسط اجواء جماهيريه اكثر من رائعه. جماهير النادي الاهلي بتنادي على اللاعبين، لاعب السوبر يعني كفاف بيملا جلبات السادة الزعب الجايب. حاله اللاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين، طبعا زي ما حضرتك عارف خرج من قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه حسين الشحات وايمن اشرف واحمد نبيل كوكا و مصطفى شوبير. عايز اطمنك على حاله اللاعبين والامور اللي موجوده. صوت الجمهور احنا سامعينه يا كابتن ايمن، الجمهور بتملى كل مكان. فقد المشهد ان شاء الله هيكمل على خير النهارده بتتويج النادي الاهلي بكاس السوبر. مستر مارسيل كولر لدى وصوله صمم ان هو ينزل لارض الملعب يحيي جماهير النادي الاهلي، متواجد مع الجماهير بتنادي عليه، بتهتف للاعبين، بينادوا على الشناوي، على علي معلول، على اللاعبين، لاعب الجميع بيتوجه لتحيه الجماهير. اتمنى ان شاء الله الجماهير والمشهد اللي احنا شايفينه مع التحضير والتنظيم اللي موجود ان شاء الله تكون شخصيه النادي الاهلي حاضره ارض الملعب، وباذن الله كابتن ايمن يتوج النادي الاهلي بكاس السوبر. انا شايف يا فاروق ان جمهور النادي الاهلي مالي الاستاد ما شاء الله، يعني لو بصينا تاني مره تانيه يا ريت تجيبها لنا اهو. المدرجات بالكامل تقريبا بنسبه كبيره جدا جمهور النادي الاهلي هو اللي متواجد، يعني أهو. تقدر تقول يا كابتن، تقدر تقول دلوقتي يا كابتن ايمن يا خلاص احنا يعني دقايق بتفصلنا عن المباراه، مفيش مكان لجمهور النادي الاهلي، بيملا جنبات الساده الزعب الزيت في الساعه والمكان المحدد لكل جماهير النادي الاهلي. تقدر تقول ان مدرجات النادي الاهلي اكتملت بنسبه 99%، مفيش مكان الجماهير تملا الجنبات بتشكل ملحمه وقوه دفع فقط جمهور النادي الاهلي النهارده. كابتن ايمن ان شاء الله يكون كلمه السر للنادي الاهلي. الحمد لله ان شاء الله تكون بشر خير يا كابتن ايمن، والفرحه تكون لجماهير النادي الاهلي، الفرحه باذن الله للنادي الاهلي باذن الله. اللعيبه التركيز اللي انا شايفه في عيون اللعيبه وهي نازل ارض الملعب، الثقه اللي عند الجمهور وثقتهم في لعيبه النادي الاهلي اعتقد هتنعكس على ارض الملعب ويكون ليها مردود اكثر من راح في ارض الملعب يا كابتن ايمن. يا رب ان شاء الله. يا فاروق عندك اي حاجه تضيفها؟ فاروق ان شاء الله يا كابتن تبقى الاضافه من خلال النادي الاهلي باضافه الكاس السوبر رقم 12 باذن الله. ان شاء الله يا فاروق، شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه نسمع صوت، ممكن نسمع صوت الجماهير بعد اذنك؟ يا ريت. ماشي اتفضل.